يعني هناك دراسه يعني حديثه اكدت انه يعني منطقه حائل يعني الاعلى بين مدن المملكه نسبه في الاصابه بالسمنه وداء السكري وايضا يعني في قله ممارسه الرياضه طبعا لا شك ان هناك يعني اسباب معينه لهذه الاصابه وايضا ارتفاع الحالات فيما يتعلق بالسمنه وايضا داء السكري ايضا هناك يعني مؤتمرات اقيمت للسمنه والسكري في منطقه حائل طبعا الحديث اكثر ولتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع وعن الأسباب المؤدية للسمنة وزيادة الحالات وداء السكري يسعدني أن أستضيف معي سعد الدكتور فواز الراشد وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة حائل وأيضا استشاري جراحة عامة ومناظير ليحدثنا عن هذه الأسباب وارتفاع الحالات في السمنة والسكري الله يسعد صباحك دكتور فواز صباح النور حياك الله والمشاهدين الكرام شاكر الاستضافه. فعلا هو موضوع السمنه طبعا السعوديه والخليج بشكل عام تشكل نسبه السمنه فيها نسبه عاليه جدا بالعالم احنا نتكلم ونسبه كذلك بالسعوديه نسبه عاليه احنا نتكلم حوالي 29 الى 30% نسبه السمنه لدى السكان في المملكه العربيه السعوديه وتشكل حائل نسبه السمنه لديها نسبه عاليه كذلك السكري مع السمنه. ويرجع ذلك يعني لعدة عوامل طبعا فيه عوامل بالنسبة لزيادة السمنة منها عوامل طبعا وراثية منها كذلك قلة النشاط الرياضي كذلك النوع نوع التغذية في بالمنطقة هذه من أهم الأسباب الموجودة في اللي تسبب هذا النوع من زيادة السمنة والسمنة تعتبر الآن من الأمراض الشائعة في المملكة بشكل عام وبحال بشكل خاص جميل طيب دكتور يعني دعنا نتحدث يعني ممكن يكون هل لطبيعة المنطقة مثل ما تعرف المنطقة يعني مشهورة منطقة حائل بالكرم يعني ممكن كثرة العزايم في المنطقة ايضا الزيارات يعني مثل ما تعرف ايضا كثير من البيوت في منطقة حائل يعني صاحبها فاتح بابه القهوة الشاي ايضا هل هي هذا من المسببات؟ طبعا اهم اسباب الموجوده عندنا منطقه حائل هي الاسباب الاجتماعيه طبعا زي ما تفضلت قضيه الاشياء الاجتماعيه وما يرافقها من حيث الولائم سواء بالاستراحات او الشبات او كذلك بالعزائم والولائم بالاعراس كذلك الاجتماعات العصريه في لدى عنصر النساء كذلك وما يتخللها من بعض الماكولات بالذات الماكولات الحلويات اللي دائما تعرض بعض المشاكل كذلك مع وجود المماشي اللي وفرتها الأمانات بالمنطقة إلا أنه المرتادين لها قليل وللأسف كذلك يوجد نوادي رياضية كثير طبعا من المظاهر الآن اللي غزت الكثير بالذات صغار السن هي قضية السوشيال ميديا لو تلاحظ بالذات بسناب شات الكثير منهم يعرض الطبخات يعني قليل ما من يعرض الرياضه بشكل عام الكثير يعرض الطبخات وانواع المطاعم او الكافيهات وهذه تشكل كذلك من احد الاسباب الان اللي غزت كثير من المجتمعات بالذات المجتمع الحائلي طيب دكتور المؤتمر اللي اقيم في 2020 عن مؤتمر السمنه والسكري عن العمليات التي تم اجراؤها هل هناك يعني أتتكم حالات كثيرة لإجراء عمليات السمنة طبعا المؤتمر أقامته جامعة حائل وهذه من أحد العناصر والخدمات الاجتماعية المجتمعية التي تقدمها جامعة حائل استضافت طبعا متحدثين عالميين ومتحدثين محليين كان بالمؤتمر طبعا الحديث عن السمنة والسكري والأمراض والمشاكل والمضاعفات تخلل المؤتمر اجراء عمليات نوعيه في مستشفى الملك سلمان التخصصي العشرين عمليه مريض سمنه، كانت العمليات طبعا عمليات نوعيه من واغلبها عمليات صعبه من تحويل المسار او اعاده تحويل المسار، وتخلل المؤتمر كذلك الذهاب بخدمه خدمه المجتمع وتوعيه المجتمع في احد المولات بالمنطقه، وكان في قياس نسبه السمنه وخصية السكر وتوعيه الجميع زوار هذاك المول في تلك الفتره عن 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 السمنه. طيب دكتور بما أنك أنت طبيب استشاري عامة وتجري أيضا هذه العمليات هل لا زال الوضع يعني ممكن المؤتمر أقيم وكان هناك يعني توعية وتثقيف لابناء المجتمع يعني في منطقة حائل هل لا زال يعني هناك ضغط في العمليات وللاسف لا زال العدد عدد المرضى اللي يعانون من السمنه عدد كبير جدا ولا زالت نسب اجراء العمليات عاليه لكن احنا نحاول بقدر ما نستطيع نسعى لموضوع التثقيف اكثر من اجراء العمليات بحيث انه نحاول ايجاد بدائل علاجيه غير العمليات الجراحيه شكرا لك دكتور فواز ونتمنى لكم التوفيق اذا مثل ما شاهدت يعني عبدالله الله وساره يعني آه لا زال يعني ال ال الاعداد يعني ما ما بي اقول مثلا كبيره ولكنها كثيره يعني في المنطقه ممكن نظرا للوضع الاجتماعي والعادات الاجتماعيه والعزايم اللي تقام يعني في المنطقه ومثل ما تعرف يعني احنا ايه في حايل يعني اكثر البيوت يعني مفتوحه وفاتحين ابوابها ويعدون الولائم يعني نتمنى يعني من المجتمع ان يعو ويمارس الرياضه حتى يعني تقل هذه الاعراض داء السكري وايضا السمنه يعني هذا كان عبد <applause> العزيز <مال>. حايل بديهيا <applause> اول ما طلعت النسبه انها الاكثر ارتفاعا في السمنه كل الناس قالت والله من الكرم والعزايم هو اللي كان المسبب وعاد صعب طبعا واصلا من غير المقبول يقول الناس خففوا كرم هذه صفه رائعه وهين يعني ولا حايل ولا حيقدروا ما فيها شك نهائيا